إيران للحكومة السورية أيضا الحقيقة للأسف الشديد، لأن الطرف الآخر لا يناسبها من الاتجاه المذهبي. دعمها للحكومة العراقية صحيح داعش عدو الكل، ولكن حتى لو كان يعني لو كانت اليوم داعش مذهبيا شيعية، أنا ما أعتقد أنه إيران راح تدعم هذه الحكومة. هذه توقعات. ليش ما أخذ البعد الطائفي دكتور؟ ليش ما أخذ البعد الطائفي؟ لا لا أنا أتكلم لك عن رجل الشارع دكتور. لا إحنا إيران قاعدين نناقش أكاديميين. تكلمها كدولة. إيران ثق تماما، وانت خير من يعرف، مو بس إيران، أي دولة ممكن تستخدم الدين كجسر للتواصل. يعني هي تريد أن تستخدم هذا الأيديولوجيا التحريض من خلال الجانب الديني حتى توجد لها قاعدة جماهيرية. يعني هالحماس الشديد للحوثيين ليش؟ الحوثيين بالمناسبة إيران تعرف أنهم هم اللي اعتدوا على السلطة المركزية. حوثيين سنة شوافع. لا مو شوافع، أو بصرف النظر أنا أقول لك لا مو شوافع، لا زيدية والنعم فيهم وأهل اليمن هذول ما عليهم خلاف. يعني باختصار دكتور عادل علم الدين علم المذاهب. لا لا لا, لا, لا علمها بدون احترامي لك. يعني هي زيدية، والزيدية يعني مذهب من المذاهب المختلطة. يعني عندش على القابلية. لا شوافع. لا مو شوافع. زين. المهم إحنا ماذا نريد؟ إحنا نريد من إيران التالي اللي قاله دكتور فهد، إنه عندنا خطابين. منو؟ منطقة العربية. مو اليوم العربية. صعب السمو قاعد. لا لا لا. معطاهم اللي يبونه. خلني أكلم لك المنطقة العربية. إحنا إجمالاً. أنا عفوا. إحنا لا لا لا. صح. خلني أكمل. منو إحنا؟ منو؟ أنا وأنت. إحنا وأنت إيه في المنطقة هذه. مختلفين أنا وأنت. لا أوكي حتى لو مختلفين، بس يهمنا أمن وطننا ولا ما يهمنا؟ إن همنا تجنب الاحتكاك الطائفي ولا ما يهمنا؟ مع المصالح. مع المصالح. تماما ما عندي اختلاف في هذا. انا من الداعمين للمصالحه ومدعمين لعلاقات تجاريه وثقافيه وانسانيه بكامله. ما عندي اختلاف. الاختلاف الجزئي هو هذه القضايا لما يكون فيها جانب مذهبي، هذه الخطوره، لانه هذه دائما اللي الوقود اللي يشعل فيه الحروب في المنطقه. يعني حماس الحروب